هلا، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الزول في اللون، ان شاء الله تعليمي كل بخير. اليوم جبنا لكم واحد الوصفة هايلة، ان شاء الله تعجبكم. ان بيسكوي رولي او شوكولا افيك دو غاناج شوكولا اوسي. ان شاء الله يعجبكم. واللي عجبتكم الوصفة تاع اليوم البنات، ديروا لنا جيم، ديروا لنا لي لايك، بارطاجيو لا فيديو، ونتمنى ان شاء لكم الوصفة. دائما نرحب بكم في قناتي كويزين مامات الياس، واللي راهم معنا دائما نرحب بكم، واللي جاو جدد اوسي ثاني نرحب بكم. فوالا، ما نطولش عليكم لي في ما نطولش عليكم، باش تروحوا نروحوا نشوفوا الوصفه مع بعض. لو بيسكوي رولي شوكولا، هيا معنا نشوفوا المقادير. الوغ البنات، بالنسبة للبسكوي غولي تاعنا، واش نحتاجو اليوم، واش نحتاجو ليه؟ نحتاجو 4 حبات بيض كيما راكم تشوفو هنايا، نحتاجو 120 غرام سكر، فوالا، نحتاجو 100 غرام فرينة، وحدة صاشية كيميائية تاع خميرة الحلوى بيكنج بودر تاع 7 غرام، نحتاجو 15 ولا 10 سنتيليتر تاع الزيت كما راكم تشوفوا هنايا، نحتاجو 2 بواط هكا تاع لا كريم شونتيي ليكيد، دائما اكد لا كريم شونتيي ليكيد. عندنا شوكولا، اون تابلت دو شوكولا تاع 200 غرام حنحتاجو اليوم، اون تابلت دو شوكولا. عندنا اسمها لا فاني، فوالا، اون كوير كبيره تاع سكر غلاس، فوالا، اي بابيي تاع الفرنو، البابيي كويسون، فوالا، ورق طهي، بابيي كويسون. هادو هما المقادير تاع الوصفة تاعنا تاع اليوم، ما فيهاش بزاف المقادير بالنسبة لهذا لو غاتو غولي. أول حاجة، واش رانا حين نديرو مقبل ما نبداو الوصفة تاعنا، مقبل ما نبداو نخلطو في المقادير، كأول حاجة نروحو نديرو الغاناج، نروحو نستعملو الغاناج اللي رانا رايحين نديروه داخل لو بيسكوي تاعنا. لازم نديروه دوكا باش نديروه في الفريجيدير يبرد لنا يحكم روحو، باش نقدرو نديرو التزيين تاع لو غاتو غولي تاعنا. ما نطولش عليكم، نروحو نديرو الغاناج. الوغ البنات، حنايا جينا نديرو نابار البنات في لاكاسرول، ديريها تسخن، على ديري فيها الماء حتى يسخن ان با ماري، ومن بعد تزيدي عليها 100 غرام شوكولا تاع الحلوى ولا شوكولا تاع الحلوى كيما حبيتي، ديري عليها 2 مغارف كبار تاع الحليب، فوالا، هكا هكا بالعقل تبدا تذوب عليك الشوكولا كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات، انا نخلط كامل الشوكولا هذه، نخليها حتى تذوب من بعد نعاودو ليكم. غو سالو البنات، شوفوا عاودنا ولينا كي ذوبنا هذيك الشوكولا في الحمام المائي في لو باماري، شوفوا تحصلنا على شوكولا هكا ليكي هكذا. هيا خليت الشوكولا تاعي تبرد شويه، نجيب لا كريم شونتيي تاع نفرغها هكا لداخل، لا كريم شونتيي نفرغها فوق الشوكولا هنا باش نسعى واحد الغاناج هايل. هذا بالنسبة للغاناج اللي رانا رايحين نديرو داخل لو بيسكوي غولي تاعنا. دوك تشوفو وتشوفو خطوة بخطوة نديرلكم كلش. هنايا البنات، شوفو كي درت الشوكولا على كريم شونتي تاعي، حنطلعها بالباطية. هنا البنات، من بعد ما درنا الشوكولا تاعنا ولا كريم شونتي، نزيدو اون كويير، نزيدو ملعقة كبيرة هكا تاع سكر غلاس. الو البنات، شوفو حصلنا على هذا الخليط ثقيل شوية كيما راكم تشوفو، طلعتو بالباتور. لا كريم هنا في 100 غرام تاع شوكولا، علبة تاع لا كريم شونتي تاع 200 مليليتر، وملعقة كبيرة تاع سكر غلاس سكر ناعم. شوفوا طلعتهم هكذا كيما راكم تشوفوا ثقال. هذا الكاناج انا واش راني حندير به، حنديرو في الفريجيدير، حنديرو في الثلاجة يبرد
واحد ساعه ولا زوج سوايع تقدير هايل. فوالا انا نروح نديرو في الفريجيدار ونولي معاكم تشوفوا الطريقه كيفاش نخدموا البسكوي غولي تاعنا. الوغ البنات شوفوا الوصفه تاعنا تاع اليوم لو بسكوي غولي تاعنا حنحتاجو فيه 4 حبات بيض كما ذكرت لكم في المقادير. بسم الله في هذوك 4 حبات تاع البيض حندير عليهم 120 غرام سكر كما ذكرت لكم في المقادير. حندير عليهم 120 غرام سكر كما راكم تشوفوا. الوصفه تاع اليوم البنات نحتاجوا الباتر، لازم الباتر في هذا لو غاتو غولي. الوغ البنات هنا درت 4 حبات تاع البيض، زدت عليهم 120 غرام تاع السكر، نديرو عليها لافاني، لافاني ليكيد او لافاني تاع الساشي كيما حبيتي. فوالا نفرق بالعطر ونخلط. نزيدو عليها هذيك 100 غرام تاع الفارينه المغربله، بيان سور لازم تغرب ليها الفارينه. حندير هنايا شويه هكذا، حنفرغ شويه كيما كتشوفي. فوالا ومن بعد البنات انايا هنايا لا ليفير شيميك تاعي بيكن بودر تاعي عندي تاع 15 غرام. الوغ ندير نحاول نقسمها هكا على زوج، ندير ملعقه كبيره. انت ولا عندك لي ساشي هذوك تاع 7 غرام ديري غير وحده. فوالا ونبدا البنات. شوفوا الخليط تاعي هنا كيفاش جا، جاني كوم اون كريم هكا، كوم اون موس، جا ثقيل كوم اون موس. هنا نجيب السنيوه تاعي. هنايا البنات كي بديت الخدمه معكم شعلت الفرنو تاعي على 150 ولا على 100 سنيوه تاع الطوش. فوالا ندير عليها هكا كويسون ولا قطعها بهذا الشكل هكا. فوالا نجيبو الخليط تاعنا نبداو نفرغوه غير بالعقل. فوالا هكا نفرغو الخليط تاعنا فيها. هاكم تشوفو نشعلو الفور تاعنا على 150 ولا على 160 درجة. تشوفيه بدا يحملك من الأطراف، شعليلو غير من تحت ولا عندك من فوق ومن تحت معليش، شعليه غير من تحت غير يبدا يطيب طفيلو. فوالا شوفو نحاول هكذا نجبدو كامل كيما راكم تشوفو باش يجي الخليط هكا بالسنيوة. هنا لازم ورق طهي، نحاول نديرو كامل هكذا. شوفو مالا البنات شوفو هنايا من بعد ما درت الخليط تاعي في السنيوة انا شعلت الفرن تاعي على 160 درجة. حندير البسكوي هذا يطيب ونعاودو نولو ليكم ان شاء الله. الوغ البنات شوفو لو غاتو تاعي لو بسكوي تاعي من بعد ما طاب كي نحيتو من الفور 15 مينوت 20 مينوت غير تحمر من الفوق او تحمروا الجوانب نحيتو. اللي كنت شعله الفور تاعي مقبل على درجه 160 ولا 150. فوالا
هنا واش ندير سي نحاول نحيد البسكويت تاعي اسمي حاول غير بالعقل لا البنات غير بالعقل راهو سخون شويه هاك تشوفي صافي كويسون حساتك بزاف على الخدمه هنا واش ندير نجيب هذا التورشون ندير ان تورشون هكذا ونحطها لتحت غير بالعقل باش نقلبو جوست باش نقلبو نكمل العملية بس فوالا شوفو كيفاش طاب الكاك تاعنا الوغ هنا واش ندير ما بيد راه سخون شوية البنات واش ندير هنايا كي نحيتو نحاول نرجع هذاك لو بابي كويسون من تحت فوالا نحتفظو بهذاك لو بابي كويسون نعاود نرجعوه نقلبوه على وجهو ونرجعو هكذا من تحت باش اون بو ترافايي تخي بيان شوف ونبدا ندور هذاك لو بابي كويسون نبدا ندور لو بيسكوي تاعي نورمالمون راكم تشوفو معايا بهذاك لو بابي كويسون وهنايا مازال ما درنا له والو سي جوست باش يحكم لنا لا فورم ما بيد راه سخون اوكي لازم كي يكون سخون شويه اللي نبداو حنا ندورو فيه باش يحكم لنا لا فورم شويه هكا هذا هو الشون هنا راكم تشوفوا بيان كيفاش داك لو بيسكوي تاعي غطيتو بالبابي كويسون نديرو هكا بالطورشون نخليه دكوتي هنايا نروحو نجوزو المرحله الثانيه للتزيين هذا لو بيسكوي غولي تاعنا الوغ البنات شوفوا هنايا الناباج تاعي دار ماشي في المجمد في الفريجيدار الفوق نديروه من الفوق ما نديروش في الكونجيلاتور شوفوا كيفاش راه ولا حكم روحو راه تري بيان هنايا المرحله هذه نعاودو نجيبو الباتور ونضربوه فوالا كيما راكم تشوفوا يولي لي كوم اون كريم فوالا البنات شوفوا ولا كوم اون كريم هكا باش نقدر نخدم به تري بيان هاديك البنات شوفوا كيفاش راكم كيفاش انا حنديرو نعاودو نوضو لو بيسكوي تاعنا نعاودو نفتحو غير بالعقل فوالا غير بالعقل نبدا نقع بها هكا في السنيوة بالمغرف هكا بسطح تاع المغرفة ولا بالباسباتشو تاعي تكسر لي كي تعجبكم الوصفة هذه ما تنساوش ديروا لي لايك وجربوها بيان سور ديروا لي لايك وجربوها وبارطاجيوها مع اصحابكم مع الاصدقاء مع الحباب مع العائله ديما لا كي تكون عندك هكا مناسبه تقدر ديريها البسكوي خرج هايل ما فيهش بزاف المقادير انا مديت لكم هذه الوصفه التزيين اختياركم دائما اختياركم تقدري تزيني بواش تحبي واش خرجت عليك الحاجه اللي خرجت عليك زيني بها كل وحده على حسب المقادير تاعها كل وحده على حسب مقدورها
الوغ واش جات عليك زيني بيها ولا انت ولا ديري اعاده التزيين باسكو هايل بنين بعد ما درت هذاك الكاناج كامل في البيسكوي تاعي هنا تبقى لي شويه يعني راح نحتاجو من بعد ونعاود نرويه كيما كان وشنو الخطره هذه ما ندخلش في هذا الكافي فيسون انا كوما نرولي نحيه كوما نرولي نحيه الورق الطهي تاعي ونحيكم هذا على جنب شوفوا هنا البنات شوفوا هنايا لو بيسكوي رولي تاعي نعاود نروليه نخليه هكا دكوتي نروحو نخدمو المرحله الاخيره نجيب هنا نشعل الفرن تاعنا ندير عليه لا كريم شونتيي لا كريم شونتيي تاع لا بواط ليكيد لا كريم شونتيي ليكيد اللي هي 200 مليليتر 200 مليليتر لا كريم شونتي البنات اللي خدمنا اليوم بها هي ليكيد ما استعملناش لا كريم شونتي تاع لا بودر نخليها تسخن كما راكم تشوفوا الوغ البنات هنا من بعد ما سخنت عندي لا كريم شونتي حنديرها هذوك القطع تاع الشوكولا نص قطعه على زوج وحده درت بها الكاناج واخرى درنا بها تزيين البسكويت تاعنا حنخلطوها انا حنخلط البنات هنا طفينا الفرن تاعنا لان الكريم شونتي تاعنا سخنت حضرت عليها هذاك 100 غرام شوكولا حنخلطها كامل حتى تولي عندي ان شوكولا ليكيد ومن بعد نجوزو نديرو التزيين مع بعض الو البنات شوفوا الشوكولا اللي تحصلنا عليها علبة تاع لاكريم شونتيي مع 100 غرام شوكولا نوار انا جبت هكا باش نزين عليها باش نفرغ عليها كامل الشوكولا هاد كريم بالعقل هنا البنات فرغت كامل الشوكولا هذيك على البيسكوي فوالا كما راكم تشوفوا ومن بعد نكملوا تشوفوا طريقه التزيين الوغ البنات شوفوا هنايا جبت بوشا دوي الناباش تاعي عاود ترفدو من الفريجيدير عمرت هكذا خيرت تخيرتي واش راكي باغيه انا هذا التزيين اختياري كما قلت لكم درت هنايا 3 بول دو شوكولا وحنحاول ندير قدامهم هكا دي غوزاس كما راكم تشوفوا نحاول ندير بعض التزيين اي فوالا لي في مون بيسكوي رولي البيسكوي رولي تاعنا في الشكل النهائي حنقسموه معكم باش تشوفوا كيفاش خرج الو البنات اي فوالا البنات الشكل النهائي تاع لو بيسكوي رولي تاعنا تاع نهار اليوم شوفوا كيفاش جا هاوليك ماشي ما فيش بزاف المقادير والوصفه كامل درناها مع بعض فوالا نقسم لكم هنايا تشوفوا كيفاش جا خفيف وهايل فوالا هوب فوالا كيفاش جا من الداخل
هيا البنات ولا عجبتكم الوصفة ما تنسوش ديرونا الاشتراك وديرونا جيم في لاباج الى الوصفة اخرى ان شاء الله باي.